نواصل أخبارنا إلى ملف آخر. سجلت مصالح الحماية المدنية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك 10 وفيات في حوادث مرور مختلفة بعدد جرحى بلغ 348 بسبب 258 حادث مرور مسجل. لتفاصيل أكثر حول تدخلات مصالح الحماية المدنية خلال أيام العيد ينضم معنا عبر الهاتف السيد كريم بن فحص المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية. أهلا بك سيدة، عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. تحية مسائية لك عطرة سيدتي الفاضلة، وباسم المدير العام للحماية المدنية العقيد وعلى بوغلاف نهني كل الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والجميع والبركات. كل سنة وطاقم قناة النهار بألف صحة وعافية. شكرا. إذا سيد كريم بن فحص نتحدث على أبرز تدخلات مصالح الحماية المدنية خلال أيام العيد، يعني أنتم مجندون خلال طيلة أيام العيد في نظام مداومة. طبعا مصالح الحماية المدنية كمصلحة وقائية أو كجهاز وقائي رفقة مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، الكل مجند الآن على مستوى وحدات الحماية المدنية عبر ربوع الوطن من أجل تأمين حركية المواطنين اللي راح يتنقلوا من أجل تبادل التهاني والتغافر خلال عيد الفطر المبارك، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الولايات أو حتى على مستوى شبكة الطرق البلدية. لكن بكل أسف وحسرة سجلنا 10 وفيات خلال 24 يعني ساعة، يعني حصيلة ثقيلة خلال يوم واحد طبعاً فقط. طبعا حصيلة ثقيلة، في يوم واحد نسجل 10 وفيات ونسجل 348 جارح من خلال 248 حادث مرور. إذا هذه الأرقام، هذه الإحصائيات نقدر نقول مرتفعة نوعا ما، خاصة وأننا كنا أطلقنا حملة وطنية تحسيسية ليلة عيد الفطر المبارك على مستوى المحطة البرية لنقل مسافرين خروبة، وانبثقت عنها حملة تحسيسية في كل أرجاء الوطن، وعينا من خلالها المواطنين بضرورة الالتزام بثقافة التبليغ، وتكلمنا كذلك مع سواق سيارة أجرة وحافلة نقل مسافرين، وقلنا لهم باللي لابد عليكم أن ترفعوا من درجة الحيطة والحذر حتى نتفادوا حوادث مرورية تتزامن وأيام عيد الفطر المبارك من السنة الجارية، إلا أنه للأسف الواقع شيء آخر وهو 10 وفيات 348 جريح من خلال 248 حادث مرور. نعم، إذن نصيحة نقدمها لمستعملي الطرقات خاصة خلال أيام العيد، نعرف أنه يعني ما كانش اكتظاظ مروري لكن هناك سرعة مفرطة ما تؤدي للأسف كما شاهدنا في أول أيام العيد 10 وفيات. طبعا سيدتي الفاضلة الكل يتفق على أنه عيد الفطر المبارك لهذه السنة نقدر نقول، وخاصة الدراجات النارية. طبعا عيد الفطر المبارك من السنة الجارية جاء في نهاية الأسبوع ويمتد إلى غاية يوم السبت، بمعنى تقريبا راح نكون في راحه لمده 3 أيام أو 4 أيام متتاليه. حركيه المواطنين سواء من مختلف ولايات الوطن يجيوا الى الشمال او اللي راه موجودين في الشمال يتنقلوا الى مختلف ولايات الوطن، نقول للسواق والسواق المحترفين ضروره الالتزام باعلى درجه المسؤوليه تجاه المركبه وتجاه الطريق حتى نحافظ على النفس البشريه والممتلكات نتاعنا من الهلاك. لابد من احترام اشارات المرور العموديه والافقيه، لابد من الابتعاد عن السرعه المفرطه، لابد من الابتعاد على المشاحنه والمجازفه والمخاطره والتجاوز على الخط المستمر والتجاوز داخل الانفاق وداخل المنعرجات المغلقه، الانسياق الى التوجيهات والتعليمات التي تزديها او يزديها رجال الامن ورجال الدرك على مستوى السدود حتى نساهم جميعا في كبح الارقام والاحصائيات والحوادث. اضافه الى ذلك بالله عليهم الشباب اللي يملكون من الدراجات الناريه نقول لهم بالله عليكم حافظوا على النفس البشريه التي حرم الله قتلها الا بالحق، وبالتالي الناس اللي عندها دراجات ناريه نقول لهم استعملوا هذه الدراجات للنعمه ولا تعود عليكم بالنقمه، استعملوها بوسائل الحمايه الفرديه من خلال استعمال الالبسه الخاصه وخاصه الخوذه التي تحمي الراس من السقوط لا قدر الله اذا كان تقدر ذلك. ولذلك نقول احنا في هذا الشان المديريه العامه للحمايه المدنيه تواصل عمليتها التوعويه والتحسيسيه وتواصل الجهاز الامني الى غايه يوم الاحد صباحا اللي راح تعود حركيه عاديه للحياه العاديه، دخول الطلبه المتمدرسين ودخول الموظفين. نعم. وكل واحد يعاود يولي للوظيفه نتاعو، فنتمنى ان شاء الله تكون نهايه اسبوع موفقه خاليه من الاحداث، خاليه من الارقام، خاليه من الاحصائيات في موضوع حوادث المرور. ان شاء الله موفقون في عملكم سيد كريم بن فحص، شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل. شكرا.